متتبعي قناة هيبا بريس، أهلا وسهلا بكم. اليوم في برنامج حصلاتك الكاميرا غادي نشوفوا ردود فعل غريبة وعجيبة. مشينا عند الخضارة وأصحاب المحلات باش نطيحوهم في مقلب، لكن تفاجأنا باللي حتى شي واحد فيهم مرفض أنه يعطينا داك الشي اللي طلبنا. كيفاش وقع هاد الشي؟ خليك معنا وكمل الحلقة باش تفهم. فرجة ممتعة. أول مدينة وأحسن مدينة ما فيهاش البرامي كيعيش معنا احنا مزيان. اللي بغايا عزيز يلا سيدي توكل على الله. سير اخويا، ردنا الخاوية، ردنا الخاوية، ردنا الخاوية. دابا احنا صافي، احنا قطعنا دابا التصوير، قطعنا كلشي. واش تعطي لي تبارك الشاش؟ راه عجبتني. مرحبا. الصورة كتبيع انت التمر؟ ايه، ها التمر، ها الحليب، ها الخبز. هادي راه حنا موجودين، بعدا حنا كنعطيو للناس. بعدا السلام عليكم متتبعي قناة هيبا بريس، كيف ما كتشوفوا مازالين متابعين معكم هذه الجولة في الاسواق ديال مدينة الصروف. اليوم كنتوقفوا على هاد السيدة دابا اعمى تجويل ديال البنت، ونخليه معكم يقدم لكم راسو. الاسم ديالي سيمي الحسيني. كنبيعو، كنتحركو، كنبيعو، نمشيو في اللبن، اللبن والزبدة. الحمد لله كاين إقبال في الشهر المبارك، كاين إقبال، الناس كتاخد كتشري. كاين اللي كيشري الزبدة، كاين اللي كيشري اللبن، كاين اللي كيصوم يمشي بحالاتو، وهادشي اللي كاين. واخا كاينين الناس كيقولوا على أن الناس ديال مدينة الصفر فيهم الجود والكرم، واش بصح هادشي؟ ماشي كلشي، بنادم طوح حجر، كيقولوا بأن بنادم طوح حجر. كاين الإنسان اللي كريم، وكاين الإنسان اللي بينو بين، وكاين اللي بخيل بدقة واحدة. والله يبعد علينا البخل. دابا انت مثلا جا عندك مثلا شي عابر سبيل، ولا شي واحد محتاج، ولا شي واحد مثلا ماشي من صفر وجا وتقطع مثلا به لا الحبل ولا شي حاجه بحال هكا واحتاج، واش غتعاون معاه ولا لا؟ معلوم كنتعاون معاه، ديما كنتعاونوا. بزاف الناس اللي كنتعاونوا معاه بحال هكا ما عندوش، كتعطيه داك نص سيترو، كتعطيه شي قرض داك سيترو، وما كاين حتى مشكل، كتدي حتى الاجر مع الله سبحانه وتعالى. صافي قطع. دابا انا ما نكذبش عليك، انا غادي نبات هنا في الصفرو ياك. تبين لي الكرم هذا، غادي نبات في الصفرو خصك تبين لي الكرم ديالك. تمشي معنا للدار؟ نمشيو كاملين. تهلا فيا، مرحبا بكم. مرحبا. نمشيو كاملين انا والفريق ديال الصفر سي ابراهيم. مرحبا بكم. اهلا بكم. انا في العشيه، انا غادي فين غادي تكون في العشيه؟ لا العشيه انا غير هنا. هنايا انا كنجي ما نلقاوكش. ايوا السيد مشى، انا كنهضروا في الصحراء ولا كنهضروا. عنديكم اسيد تلا فيكم. شحال بقى تسمى؟ لا 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 الحسين غير بشويه عليك، مالك تلفتي؟ حنا زعما بغينا غير نجربو. شحال بقى؟ مازال خير والبركه. من واحد الساعه ولا ولا ماشي مشكل. مرحبا بكم، انا كيصاوب نديوكم ونتلا فيكم. ما صافي من لي كار اللي تجود الكره. كيف ما شفتوا معنا هذا السيف هذا، يعني حنا غير قلنا له مين هذا الجود والكرم ديالك هذا، وتاهو تاهو ما دخلش علينا وقال لك يلاه تمشي معنا للدار تفطر معنا كاملين. وشكرا، مرحبا بكم، شكرا بزاف، الله يحفظك. شكرا بزاف. السلام عليكم متتبعي قناة هيبا بريس، كيف ما كتشوفوا مازال متابعين معكم هذه الجولة هذه في الأسواق ديال مدينة الصفر. اليوم تلاقينا مع هذا السيد هذا وتاهو رائع متجول ديال الخضار، واليوم غادي نقدم راسو لكم ويتعرفوا على شنو من النوع ديال الخضار اللي كيبيع. الخضر اللي كنبيعو هنا في الصفرو جميع الانواع ديال الخضر عندنا في الصفرو الحمد لله. كاين الديسير، كاين عندنا حنا الفلاحه ديالنا، عندنا الجلبانه، عندنا البطاطا، الفلفله، الدنجال، جميع الانواع ديال الخضر كاينه. حنايا حنا ماشي من الصفرو ياك، وكنسمع واحد الهضره رائجه على ان الناس ديال الصفرو فيهم الجود والكرم. واش بصح هادشي بصح؟ ما فيهش هادشي كخايا، وهادشي هذا ان شاء الله غادي تعرفوه، ان شاء الله غادي يودوا المغرب تعرفوا الناس واش كاين الجود والكرم ولا لا. يعني دابا حتى انت مثلا جا عندك شي واحد مثلا في واحد الموقف اللي هو مع عابر سبيل ولا ما عندوش ولا محتاج هادشي هذا، وطلب منك واش غتبين له داك الجذور كرام ولا لا؟ هادشي معروف على هاد البلاد هادي اخايا، بلا شك اخايا. يعطيك الصحة، واش معروف على هاد البلاد اخايا بلا؟ يلاه صافي قطع. عزيز وغالي، دابا قلتي انت فيك الجذور كرام. يعطيك الصحة. دابا انا ماشي من هنايا، خصني ندي شي حاجة باش نصوبو، باش نصوبو. بسم الله. بغيت نصوب شي طاجين. مرحبا، بسم الله. انا باقي نتي خدام الميكرو. الله يا خي، الله يا خي، والله يا خي واش هذا الشعب فيه الشكا خي سمين مضى. الله يا الله يحفظك. سهلا عليك. الله معاك يا خي. مرحبا خي سمين. واش شفتي لنا قبيله في ديجي واحد الدوار؟ مرحبا بكم اخي، تفطروا معايا كاملين. وحنا انا الطاقم ديال التصوير. مرحبا بكم اخي، داكشي اللي كنفطر انا في الدار غتفطروا معايا، الملاوي، البيض، البغريب. الصراحه هادشي باينه كيشهي، ولكن تارك ما بينتيناش على الجود والكرم، تارك شي حاجه اكثر. الجود والكرم خاصه فيه هنا بينتي لانك نيت.
يعطيك السراي ويعطيك السراي مع والديا ومع مراتي ومع ولادي. يسهل عليكم والله الا الناس ديال الصحون اللي تحجوا شكرا يا شكرا صديقي. لا يعطيك السراي مرحبا عزيز وقع عليك صافي صافي يخليك ان شاء الله تجي. لا 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 هادشي حنا كنحنا بغينا نجربو يعطيك السراي قدام حدا حتىش كاين شي حد قدام الكاميرا كيقول لك راه الجود والكرامه وبصح النيت ويعني غادي تحيد الله يحفظك. السلام عليكم متابعي قناه هبه فريس كما كتشوفوا مازالين مواصل معكم هذه الجوله. واليوم حنا في واحد القيصريه مع واحد السيد هنا بائع. اسم ديالك وشنو المهنه اللي كدير؟ المهدي. المهدي شنو المهنه اللي كدير هنايا؟ الروم يا اخي. كتبيع الحوايج؟ حوايج ديال البنات. الله يوفقك. اللهم امين. نسولك كاينين الناس من غير الناس ديال الصفر كيقولوا كيكونوا اما غرابين ولا كاين شي كيقول ان الناس ديال الصفر فيهم الجود والكرم وكيتعاونوا مع واحد اخر مع ولا ابن السبيل ولا شي محتاج. واش بصح الناس ديال الصفر فيهم الجود والكرم؟ خويا راه ماشي بالضبط الناس ديال الصفر، راه فين ما مشيتي كيقول لك الناس طوب وحجر. فهمتي؟ على حسب شنو بنادم شنو كتلاقى معاه. تولي تلاقى معاه ابليس راه يصدرك بصح، تولي تلاقى معاه الجود والكرم راه يتهلا فيك. واخا دابا نتايا دابا حنا كنهضروا على بيرسونيل، زعما نتايا الا دار شي واحد هكا مثلا وتحتاج ولا شي حاجه بحال هكا، واش انت صافي غادي تبينوا داك الجود والكرم ديالك ولا حتى نتايا بخيل؟ داك الشيء اللي كنقسموه ياك. ضروري. الله يحفظك. مرحبا اخي عزيز وغالي. صافي قطع كوبي كوبي. لا يعطيكم العز. برافو. الجود والكرم راه تشري وتجي. مرحبا كيلبس. واش تبيع البنات؟ البنات اخي الدراري واد ياك واش راه ندير لك هاي ما كذبش كذب تلبس حتى ما جبتش من الكازا ماشي واش كيصاوبوا يعطيك ضروري. واش تعطيني ولا ما تعطيني؟ نعطيك كلشي ديالك عزاز. شحال كتلبس؟ يلا شحال كتلبس؟ في السروال؟ لا ماشي ليا انا. ايه زعما شحال كتلبس اللي غادي ديرها في الدار؟ اه انا بنت لي هاد الخضره غادي تجي معاها صراحه. صافي يلاه جبدها. صافي واش نديها؟ ديها بيني هنا جود الكرم ديالك. قلت لنا قبيله قدام الكاميرا جود الكرم ديها. صافي يلاه جمع حالك. خاطرين حتى شي حاجه قالوا راه حنا تابعين الاحمر صافي يلاه جمع جودها و هاك. اوه هذه زيوله. برافو هذيك هاك. سهل ندير لك شي بلاستيكه وديها ما خاسرينش ما خاسرينش. الله يلاه نيت الجود الكرم يلاه. راه كلشي لاروس اخي الموز. الموز كاع؟ ادير عليه كلشي غادي هاك صافي؟ صافي تبارك الله على السي المهدي. بينتي لنا على الجود والكرم اللي في الناس ديال الصفرو ما بخلتيش علينا. صدمني صدمني والله الا صدمني بالله. صافي كاين شي حاجة واحدة أخرى؟ صافي ما تزيدش هادشي راه تصور كامل. إذا دابا كما شفتي يعني أنا صافي حنا قطع بينا لك بأن صافي قطعنا الكاميرا وسالينا التصوير دابا ولينا حنايا زعما في الواقع. قلت لك بأنني أنا بغيت هذيك عجبتني وأنا ماشي من الصفر وما عنديش الفلوس وجبتيها وعطيتيها هذه. هو الواقع غادي. وشنو السبب زعما كيفاش تعطيتيها لي انايا؟ شنو السبب؟ راه كلشي ديال الله خير، كلشي غيبقى هنايا. لا ماشي حيتاش كتصور اخي، لا ماشي حيتاش كتصور، عادي ما كاينش مشكل. راه الفلوس كتمشي وكتجي، راه حنا اللي كنجيبوا الفلوس. انا هو قال لك ما عندوش صافي ما عندوش عطينا سير الله يسهل عليك. توالي مره واحده اخرى غادي تكون عنده شي حاجه نتلاقى في شي خمس يكون انا ما عنديش صوفيني هو عاوتاني. بصح فهمتي اخي راه الدنيا كدور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع شابو ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.